بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا متابعي ومحبي قناة بيبو لتعليم الخياطة والتفصيل. يا رب تكونوا بخير وبصحة إن شاء الله وبسلام يا رب. النهاردة هنتعرف هنعمل مع بعض الموديل ده. ده بيبقى عبارة يا جماعة عن زي ما انتوا شايفين كده، زي بيبقى يعني شايفين هو قصير مش طويل للآخر، لا شايفين طول لغاية فين، وبيبقى ده في الطول اهو، طوله هنا من امام كده، لكن لو جينا بصينا هنلاقي من الجناب اطول. ليه؟ لان احنا هنا القماش لما بيعرض من فوق بيجي هنا من الجناب ويطول. هنشوف قصدنا ايه، يعني مش ده مش محروض، لا هو بيبقى قصير عادي الطول بتاعه وهو بيجي لوحده بيهدل من الجناب، تمام. ودي عبارة عن كورنيشة زي ما انتوا شايفينها كده، زي العباية مثلا فراشة، ممكن تعملي عباية استقبال، دي للمحجبات هي لابساها تحت هنا على بنطلون، تمام، او جيب براحتك حاجة حسب ما انت تحبي. بيبقى شكلها شيك جدا وبتنفع برضو الممتلئين برضو والجسمهم عادي، بيبقى شكلها حلو. طيب هناخد قد ايه قماش بالنسبة لدور، عشان الناس بتقولي على حكاية القماش. هاخد الطول، طول الموديل اللي انا عايزاه مرتين، يعني انا مثلا عايزة الطول ده لغاية هنا، انا بقيس مثلا لغاية هنا وبضعف، يعني مثلا من هنا لغاية الركبة مثلا متر، يبقى انا كده هجيب مترين. انا مثلا طولي متر ونص، يبقى انا هجيب 3 متر، تمام يا جماعة. خلاص يا جماعة، يبقى بالنسبة للقماش بجيب طول الموديل اللي انا عايزاه ايه مرتين، يعني انا قست الطول بتاع الموديل طلع لي متر، يبقى انا هجيب مترين. طلع لي إيه مثلا 70 سنتي قصيرة، هجيب متر ونص مثلا، طلع متر ونص هجيب 3 متر، فبضاعف الطول. والكورنيش زي ما انتوا شايفين يا جماعة داير ما يدور العباية او التونيك كلها، تمام. هنشوف هنتعملها ازاي مع بعض. بص يا جماعة، انا مثلا هنا جايبة الطول مرتين، ده مثلا ال2 متر او ال3 متر بتوعي، ده هنا برسل وده برسل، خلاص انا هاجي اطبق الطول اللي هو مفروض ده كده، ده كده عندي يا جماعة هنا كده، ده كده السهم ده كده هو الطول، انا هطبق الطول مرتين، انا هطبق الطول ايه مرتين، خلاص طبقته مرتين. طب بعد كده رحت طبقه كمان على 4، خلاص بقى عندي هنا جنب مقفول والجنب ده العادي كده، انا متطبق على 4 طبقات. خلاص كده يا جماعة هاجي اقص الرقبة بتاعتي من هنا، خلاص. طب الرقبة قد ايه؟ الرقبة مثلا لو طلع لي الناتج مثلا ساعات بيطلع لي 6.5 7 8، لا انا هاخده مثلا من هنا من العرض كده هعمله مثلا 8، لان انا عايزه ادخل مثلا العبايه او التونيك بتاعي على طول من غير فتحه، ولو حابه انت برضو تعمليه فتحه براحتك، دي حاجه ترجع لك، تمام. وممكن انا لو انا هعمله فتحه يبقى انا هعمل مثلا 8 في 8، طب انا عايزه اوسعها شويه ممكن اعملها 8 في 9 او 8 في 10، بحيث ان هي ايه تبقى معايا كبيره شويه، بحيث ان انا ايه ادخل الرقبه على طول منها، خلاص كده واخد ايه واخد الدوران بتاعي. ده بالنسبه للامام. طب بالنسبه للخلف بنزل ال2 سم عادي واوصلهم ايه ببعض كده، يبقى انا عندي دوران امامي وعندي دوران خلفي، خلاص يا جماعه. طيب طبعا الطول الكم بيبدا من ايه، انا مثلا عندي الرقبه هنا، انا في الاول باخد اول مقاس باخد ايه عرض الكتف بتاعي وبقسمه على ايه على الاثنين. انا لو قسمت عرض الكتف على الاثنين مثلا ممكن يجيني مثلا لغايه هنا، ويبقى من هنا لهنا دي الكم بتاعي، خلاص. طبعا لو طلعت لي قصيره احنا ممكن نكملها كورنيش، ممكن هي تبقى ملبوسه قصيره براحتكم، خلاص. يبقى انا كده هكمل هنا. طيب انا هنا كده بالنسبه لي كده التونيك بتاعي دون او شكل العبايه دون خلص، انا مجرد انا كده هقص ايه هقص الخلف الاول، انا كده قصيت الايه الحرده الخلفيه فقط، خلاص. هي مثلا طولها زي ما احنا شفناها كده قصيره شويه، مش لغايه الطول كامل، لا يعني ممكن تكون ايه اقل حوالي 25 سنتي، تمام. طيب انا كده مثلا هفرد دي كده، انا هفرد دي وهفتحها، هفتحها يا جماعه كده بحيث ان انا عايزه ايه عايزه اقص الحرده الاماميه بتاعتي اهي، هقص ادي كده الخلفيه ورا والاماميه اهي اهي، يا رب تكون واضحه، تمام اهي يا جماعه. خلاص هقصها على الرسمه اللي انا رسميها اهي، ما اخدش حاجه من الكتف، بص بالظبط زي مكان ما انا ايه رسمتها بالظبط، خلاص. هاجي كده اهي ارجعها زي ما هي، يبقى انا كده عندي دوران امامي وعندي دوران خلفي. هاجي اعمل ايه بقى يا جماعه؟ هنا عندي الكورنيش، الكورنيش احنا اتفقنا زي ما شفناه داير ما يدور العبايه كلها او التونيك كله. هاجي اعمل ايه؟ هجيب قطعه قماشه،
هجيب قطعة قماشة يا جماعة معايا، انا هقص مثلا عرض الكورنيشة، عرض الكورنيشة يا جماعة انا اللي بحدده زي ما انا عايزة، طبعا بخصم عرض الكورنيش ده من، يعني مثلا القماش جايني هنا ما ينفعش ان اعمل الكورنيش ولا ايه لغاية هنا، لا لازم يبقى جاي قصير شوية عشان الكورنيش يبقى اخد باقي الطول مش جاي زيادة على الايه على الدراع بتاعي. طيب انا مثلا عايزة عرض الكورنيشة مثلا 10 مثلا، طيب هبقى الكورنيشة مثلا انا قصتها 10، لا يبقى انا لازم اعمل حسابي ان ليها تانية، ليها تانية تنظيف، تانية جوه تانية، وليها ايه، وليها خياطة هتتخيط في الايه في التونيك بتاعي او العباية بتاعتي، هروح اقصها كده يبقى مثلا 10 واتنين خياطة، 2 لـ2.5 هيبقى مثلا 12 او 12.5. فانا هجيب كده يا جماعة قلنا دي كده مثلا عرض بتاعي، هاجي اتنيها من تحت من ناحية هنضفها اللي هي الجزء اللي بيبقى مثلا اللي هو بيبقى باين من بره، هطنيه من باين من بره فهنضفه، وطبعا هخيط الجزء ده. فانا هاجي بعد ما انضفها الناحيه، هاجي الناحيه التانية اكشكشها على المكنه زي ما احنا قلنا كتير ان احنا ممكن نكشكش بالخيط والابر او على تحت المكنه كده او بغرزه واسعه واشد الخيط حسب ما انتي عايزه او الاسهل ليكي. خلاص اهي يا جماعه مثلا بعد ما تكشكش ممكن تكشكشيه عادي كده على المكنه، خلاص هو احنا اتفقنا زي ما موجود في الصورة داير ما يدور. يعني انا هعمل ايه، هاي كده احط وش على وش، يعني انا مثلا دلوقتي الجزء ده كده هو على الوش، هو المفروض يبقى كده، لا يبقى انا عشان انضفه يبقى وش على وش كده، هاخد واحدة واحدة، هاخد واحدة واحدة عادي خالص. تمام كده يا جماعة، لو اخدت بالكم يا جماعة هتلاقوا الكورنيش على الناحيتين مش على ناحية واحدة، يعني لو خدت بالكم هتلاقوا دبل، يعني الناحية دي يعني هيبقى دي واللي وراها. فانا هعمل ايه، همسك ناحيه ناحيه احط وش على وش كده وامشي بيها كلها داير ما يدور. يعني انا دلوقتي مثلا يا جماعه اهو مخيطه وش على وش اهو، دي بخيط كده عشان هرجع لما اجي اقلبها كده اهي يا جماعه تبقى نظيفه، تبقى نظيفه اهي كده تبقى نظيفه. تمام هنيجي نلف ده كده كده نرجعه تاني الناحية التانية اهو، بيبقى وش على وش. تمام بصوا يا جماعة انا فردتها مثلا، وتحطي الكورنيش كده وش على وش وتبتدي تخيطي، دي اسهل لك وهي مفرودة بدل ما ايه يعني اهو وش على وش عشان لما اجي اقلبها كده تبقى نظيفة ماشي داير ما يدور زي ما اتفقنا. انا اهي يا جماعة حطيت الكورنيش طبعا زي ما قلت لكم وش على وش عشان لما اجي اقلبه كده يبقى نضيف داير ما يدور من ناحيتين خلفي وامامي زي ما انتم شايفين. طب انا هقفل، المفروض العبايه دي هتتقفل ازاي، هتقفل كده ان انا هحطها وش على وش. تمام يا جماعه هحط وش على وش واخيط الخياطات دي في بعض، بس هسيب من هنا المسافه اللي بتطلع منها ايه الايد، يعني ممكن اسيب هنا قيمه مثلا 15 سنتي وابدا اقفل، هقفل احط الخياطه كده الخياطتين هم بتوع الكورنيش دول على بعض وابتدي ايه اقفل اللي هم ايه الجزء ده، هقفل كده من على الوش. خلاص يبقى انا كده لما اجيب بس اهم حاجه اتاكد ان العلامات بتاعه الخياطات الداخليه مش طالعه بره كده، ده طبعا يا جماعه هياخد اوفر، احطه كده واحط الخياطه كده على الخياطه بالظبط وهدي ايه وهمشي على الخياطه طبعا بنفس لون القماش على الخياطتين يا جماعه، اظبطهم كده اهم من هنا كده اهي وعلى القماش. تمام كده واقفلهم، انا سبت قد ايه، قلت انا هسيب حوالي قيمه ايه قيمه حوالي 15 سنتي اللي تطلع منها الايد وهقفل لغايه تحت. خلاص كده اهو من ناحيتين من هنا ومن هنا خلاص. طيب بعد ما هتقفليهم من هنا وهتقفليهم من هنا، طبعا هي لما بتتلبس يا جماعه الطول ده بيهدل من الجناب، الطول ده بيهدل كده بينزل من الجناب، فبتلاقي الجناب اطول من قدام، هتلاقيه بيهدل كده وهينزل، فلذلك ان انتوا بتلاقوا الموديل كده جاي من قدام قصير لكن جاي من الجناب ايه جاي من الجناب اطول، ليه؟ عشان هو جاي مربع لغايه اخر الدراع في اخد واسع، فهو لكن هو مش محروض عشان ما تفتكريش ان هو محروض. وده بيبقى شكلها، يا رب تكون كده يعني يكون الشرح كان بسيط عليكم.
طبعا يا جماعة الرقبة بتاعتنا هننضفها بالسجاف بتاعنا زي ما احنا عارفين، وحط لكم برضو السجاف طريقته في صندوق الوصف. ودي بيبقى شكلها شيك جدا. طبعا لازم الخامة اللي تتعمل منها تبقى قماشة ناعمة مهدلة زي الشفونات والكربات والحاجات دي، هتبقى انعم طبعا من كده. اول ما بتلبسيها تلاقيها مهدلة لوحدها. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل عليكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع قناة بيبو لتعليم الخياطة والتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.